مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم المؤشر النيل. هذا البرنامج من خلال الارقام والتحليل وبتحليل اكثر واقعيه بنتابع اداء مؤشرات البورصه المصريه، اسواق المال العالميه، بالاضافه الى حركه الاقتصاد العالمي. اليوم الخميس اخر جلسات هذا الاسبوع في مصر، حيث تبين اداء مؤشرات البورصه المصريه لدى اغلاق التعاملات في هذا اليوم. المؤشر الرئيسي للبورصه المصريه EGX30 انخفض بنسبه 14% ليبلغ مستوى 14704 نقاط. تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 22% ليبلغ مستوى 2558 نقطة، فيما سجل مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا ارتفاعا هامشيا بنحو 7% من قيمته ليبلغ مستوى 3814 نقطة. على صعيد القطاعات الأكثر تداولا في البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس، جاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية على رأس القطاعات الأكثر نشاطا بنسبة 21.5%. قطاع البنوك حل ثانيا من حيث التداولات بنسبة 18.4%، وجاء قطاع الأغذية والمشروبات في المركز الثالث من حيث التداولات بنسبة 17.7%. هذا وقد تباين مؤشرات البورصة المصرية وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والمحلية. قابلها عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 200 مليون جنيه فقط لينهي التعاملات عند مستوى 957 مليارا، وسط تعاملات كلية بلغت بالمليار وتسعة من عشرة من المليار جنيه. تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين بالإضافة إلى صفقات نقل للملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم بنحو 1.5 مليار جنيه. ومجموعة من أخبارنا الاقتصادية نبدأها من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الذي تفقد عددا من المشروعات والمصانع في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. استهل مدبولي الجولة بسيارة المنطقة اللوجستية بشركة مرسيدس بنز العالمية، مؤكدا أن هذه الجولة تستهدف افتتاح وتفقد عدد من المشروعات متخصصة في صناعات هامة تستهدف التصدير، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تشجيع وجذب مثل هذه المشروعات الصناعية لدفع عجلة الاستثمار ودعم اقتصاد البلاد إلى الأمام. كما تفقد مدبولي مصنع شركة السويدي الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية الذي يقع في المنطقة الصناعية بالعين السخنة. وخلال زيارته للمصنع تابع مدبولي مراحل التصنيع التي تتم ومعايير الجودة في المنتجات، كما استمع لشرح من المدير التنفيذي لشركة سويدي الذي أوضح فيه أن هذا المشروع يستهدف توطين الصناعات الهندسية المختلفة والتي تسهم في تنفيذ مشروعات وطنية هامة بما يقلل من فاتورة الاستيراد. على صعيد آخر ولكن متصل، أكد وزير المالية محمد معيط أن مصر تفتح أبوابها للمستثمرين العرب والأجانب وفي بيئة مواتية للأعمال واقتصاد بات أكثر جذبا بفرص واعدة للقطاع الخاص في شتى المجالات. الوزير قال خلال لقائه مع المستثمرين السعوديين بالعاصمة السعودية الرياض إن الدولة تستهدف الوصول بصف التدفقات الأجنبية المباشرة إلى 10 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي مقابل 8.6 مليار دولار العام المالي الماضي، على نحو يسهم في تحويل مصر إلى مركز أكثر تحفيزا للإنتاج والتصدير خاصة لأوروبا وإفريقيا. ننتقل إلى أوروبا، حيث ارتفعت مؤشرات الأسهم الخميس مع صعود سهم بنك كريدي سويس المتعثر بعد حصوله على مساعدة مالية من البنك الوطني السويسري وهو ما يسمى بالبنك المركزي، ما ساهم في تهدئة بعض المخاوف من حدوث أزمة مصرفية عالمية. وصعد مؤشر ستوكس 600 بنسبة 9%، وكان المؤشر قد انخفض بنحو 3% حتى الآن هذا الأسبوع، إذ أثار انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي مخاوف بشأن القطاع المصرفي العالمي وأدى إلى تدهور أسهم البنوك.
وارتفع مؤشر قطاع البنوك ب 2.3% في التعاملات المبكرة بعد أن سجل أكبر انخفاض يومي له خلال أكثر من عام في الجلسة السابقة. وتعافى سهم كريديت سويس بصعوده 28% بعد أن قال إنه سيقترض ما يصل إلى 54 مليار دولار من البنك الوطني السويسري لتعزيز السيولة وثقة المستثمرين في هذا البنك. في آسيا وفي معاملة صباحية، قلص مؤشر نيكاي الياباني خسائره اليوم الخميس بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في شهرين تقريبا في جلسة شهدت تقلبات عنيفة، وذلك بعد أن أعلن بنك كريديت سويس السويسري عن خطط لتعزيز مركزه النقدي. هذا الأسبوع كان قد شهد تقلبات حادة في البنوك اليابانية المختلفة، ما تسبب في انخفاض مؤشر نيكاي إلى ما دون 27 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 23 من يناير، وسط مخاوف من توالي الأزمات بعد انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي والمخاوف بشأن كريديت سويس السويسري. وعوض نيكاي بعض خسائره ليغلق منخفضا بنسبة 8% عند 27010 نقاط و61 من 100 نقطة. مؤشر التوبكس الأوسع نطاقا انخفض هو الآخر ولكن بنسبة 1.17 من 100% إلى 1937 وعشر نقاط من العشرة. قالت مصادر مطلعة أن مجموعة SVP المالية التي سيطرت الجهات التنظيمية المصرفية الأمريكية الأسبوع الماضي على بنك لها وهو سيليكون فالي، قالت إنها تستكشف السعي للحصول على الحماية التي يوفرها الإفلاس كخيار لبيع أصول تشمل بنكها الاستثماري وشركة للاستثمار المغامر. وكانت المجموعة قد أعلنت أنها تدرس بدائل استراتيجية لأصولها لكنها لم تكشف عن الإفلاس كأحد الخيارات المحتملة، إلا أن المجموعة لم تتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن المسار الذي ستسلكه، ولا تزال تحاول العثور على مستثمرين لشراء أصولها دون تقديم طلب لإعلان الإفلاس. ودعونا نتعمق في هذه الموضوعات المختلفة بشكل أكثر. معي عبر الهاتف الأستاذ هشام حسن، خبير أسواق المال. أستاذ هشام تحياتي وأهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك وللسادة المشاهدين. يعني أسواق العالم المالية في حالة من التذبذب الشديد والخوف، خلينا نقول الذعر، متأثرة طبعا بتراجع أسهم البنوك ووسط مخاوف من توالي الأزمات عقب انهيار بنك سيليكون فالي وايضا تعثر بنك كريديت سويس السويسري. يعني ربما الجميع يخاف الان من اتساع الازمه وخروج هذه الازمه خارج نطاق الولايات المتحده، وذلك يعيدنا الى سيناريو 2008 وهي ازمه انهيارات البنوك. كيف تقرا هذه الازمه، اسبابها، تاثيرها على الاسواق الماليه المختلفه وخاصه العربيه والمصريه؟ خليني اقول انه كلامك مظبوط 100%. احنا نخشى من فكره الاواني المستطرقه، ان تبدا الازمه في مكان ثم تنتشر الى اخر ثم تستمر، يعني تبعن سوقا الى اخر ومنه تنتهي بحاله من الذعر على مستوى العالم، تبعد تماما عن الازمه الاصليه وتختلط ازمات اخرى مسلسله تاتي في الاخر بتفاعلات سلبيه على الاسواق العالميه. احنا الان في بدايات منها، ما اعتقدش ان احنا وصلنا لمرحله الذعر قد ما الناس رجعت لمشهد 2008 مره اخرى بتفليس بنك ليمان براذر، وبعدين فجاه شفنا فكره الاواني المستطرقه مره اخرى. نعم. الان ما يحدث مع الاس بي بنك او السيليكون فالي بنك هو شبيه بما حدث من قبل، فالناس بتاخد خطوات استباقيه. قد هذا يحدث شيئا مختلفا، لان مش شرط كل المقدمات تؤدي الى نفس النتائج. نعم. ولكن اذا تسببت، يعني اذا فضلت الناس خايفه وفضل الضغط على البنوك بسحب الفلوس مستمرا، وبالتالي ده خلق قوه من الضغط على البنوك، في الحقيقه البنوك هتصاب في حاله من الشورت كاش غالبا. نعم. على الشورت تيرم. في الحقيقه البنك عنده قدره يسد، ولكن ما عندوش القدره انه يقدر يدفع كل الفلوس في كل الوقت طبعا لكل الناس في نفس اللحظه، فبالتالي ده يخلق ازمه مفتعله خلال فتره قصيره. في الحقيقه لو ده حصل بالفعل هيحصل عندك ازمتين سيدي الفاضل، واحده
الاولى حقيقيه على ارض الواقع، الناس هيبقى عندها مشكله في الكاش عايزه تاخد فلوسها، وبالتالي مفيش بنوك هتقدر تسد كل الفلوس في وقت واحد. اثنين، الذعر اللي هينتاب نحو المستثمرين، فهتبتدي تبيع في البورصات العالميه، قطاع البنوك كله هتلاقيه غالبا بيرجع قطاع تروي الاخر، وبعد في الحقيقه كده يبقى احنا دخلنا مره ثانيه في ازمه جديده هتعصف مره اخرى بالمزيد من التراجعات على بورصات العالم. نعم استاذ هشام، طبعا الوضع كمان في هذه الاجواء أسوأ بمراحل عن ازمه الماليه في 2008. 2008 كانت الاسواق منتعشه، كان الاقتصاد العالمي منتعش ومحقق لارقام عالية، لكن نحن الآن في أزمة ركود عالمي أو ما يعرف بالركود التضخمي، وما زالت البنوك المركزية والكل منتظر ل طبعا الفيدرال الأمريكي في جلسة 21 و 22 مارس. والسؤال، هل سيقوم الفيدرال الأمريكي باستمراره في رفع الفائدة مع وجود مطالبات ومناشدات خاصة من الكونجرس الأمريكي بوقف الرفع ولو مؤقتا، وندخل في سلاح ذو حدين؟ إذا قام البنك الفيدرالي برفع الفائدة تمام هيسبب مزيد من الركود والتضخم والذعر، وإذا قام بإيقاف رفع الفائدة فهو اعتراف ضمني بوجود أزمة عالمية ستؤثر أيضا بذعر على أسواق المال وعلى اتجاهات البنوك. خلينا نقول ان ما يحدث حاليا هو خارج الصندوق في الحقيقه. نعم. يعني ده مش موجود في الكتب الطبيعيه، فاحنا نقول لما يحصل كذا هنتصرف بكذا. صحيح. في الحقيقه البنك الفيدرالي في ازمه رهيبه جدا، خاصه بعد عمليه التضخم العالميه التي ظهرت، وبالتالي ما يحدث حاليا هو في حاله يعني خارج النطاق، وبالتالي لازم يحاسب محاسبه الازمه الطارئه، وبالتالي ازمه طارئه ده معناه لازم تبقى حلول بره الصندوق. لو انت رفعت معدلات الفائده مره ثانيه والناس عندها اصلا تخوف وعدم ثقه في قطاع البنوك، ان اني ناس هتحط لك فلوس اذا كان الناس خايفه، طيب لو انت برضو ما رفعتش ده معناه انت مره ثانيه بتضغط على السوق من جهه اخرى بان انت عمليات الشراء بعمليات التضخم في زياده. اذا اللي موجود دلوقتي حاليا لازم عليه التهدئه، اولا ترتيب الحل شيئا فشيئا، لازم الناس تهدى على مستوى العالم. نعم. لازم تلك الازمه التي ظهرت حاليا ببدايه الاس في بنك وبعدين تبتدي تستمر في البنك السويسري لازم تتوقف فورا، لازم يتم احتوائها من البنوك الفدراليه ومن الدول في حد ذاتها، لازم اخماد تلك النار قبل ان تتحول الى حريق هائل ياكل الاخضر واليابس. اذا تم هذا بالفعل الناس هدات، تتم السيطره على هذه الحاله من الذعر المؤقت، عادت مره ثانيه الامور الى مجراها الطبيعي، هنا يعود الاقتصاد الى التراك الاصلي بتاعه، نبتدي بقى نشوف الفدرالي هل هيضطر يرفع الفايده او لا. انما لو الاثنين حصلوا مع بعض في الحقيقه انت في الحاله دي بتسبب حاله من الذعر. نعم. الذعر وصل لغايه الناس العاديه هيخلق عندك قطيع او مشهد غير طبيعي من التوترات العالميه في الحياه ترشيد السيطر عليه بقى في الحاله دي. نعم. خاصه وان العالم كله بيسمع في بعضه. صحيح. هيزيد ويسرع من عمليه التضخم والركود التي كنا نخشى منها بالفعل. عمليه التضخم والركود ما زالت مستمره يا استاذ هشام، وخلينا نكون واقعيين، يعني استخدام سعر الفائده لكبح جماح التضخم في هذه الاجواء لم يفلح، وبقالنا داخلين تقريبا في لم يفلح. نعم لم يفلح، وكثير من الاقتصاديين العالميين قالوا ان الوضع الان مختلف عن فكرة التضخم الطبيعي الناتج عن وفرة المعروضات او وفرة الطلب على المعروضات على المنتجات، لكن الوضع مختلف تماما، واحنا بنتكلم بحقيقة وبشفافية نحن في ركود تضخمي على مستوى العالم، ويمكن البنوك المركزية منهم الأوروبي ومنهم الأمريكي قال حتى قالوها بصراحة، احنا ممكن نغامر بفكرة التنمية والنمو في مقابل كباح التضخم، مع ان يعني يمكن زي ما قلت حضرتك احنا محتاجين حلول خارج الصندوق. وهنا هل سنظل منقادين او الدول العربية او الدول النامية منقادة للدول الكبرى اللي ماسكة اتجاه هيحافظ على اقتصاداتها بس هيدمر اقتصادات تانية جنبها؟ أنا أعتقد سيدي الفاضل إنه ده كما حضرتك ذكرت، واسمح لي أستخدم آخر جمل، إنه لن تعد معدلات الفايدة رفع الفايدة هي المفتاح الذي يستخدمه أو مفتاح النجاح الذي يستخدمه البنوك الفيدرالية في النجاح للسيطرة على التضخم. أنا أعتقد إن العكس صحيح،
لابد من الدخول مره ثانيه في زياده عمليات التنميه صحيح. المستمره والمستدامه بشتى الطرق، يعني اتكلم على مستوى العالم كله، وبالتالي احنا برضو جزء من العالم بما فيها الدول العربيه وكذلك مصر. كلما زدنا من معدلات التنميه ومن معدلات الانتاج قدرنا نسيطر على معدلات التضخم الركودي. هيبقى في تضخم، ولكن التضخم ساعتها هيبقى ايجابي اكثر منه سلبي. نحن نخشى التضخم الركودي ان ينتقص عجله الانتاج في العالم كله. صحيح. وبالتالي علينا زياده الانتاج بشكل اكبر، اكثر منه دفع الناس للادخار. بالعكس، علينا ان ندفع الناس نحو الاستثمار المباشر وعدم اكتناز الفلوس. الفلوس في حد ذاتها مش هتفيدك في اللحظه الحاليه، لان لو تلك العجله الدواره تم ايقافها، في الحقيقه الثمن هيبقى اغلى بكثير جدا لاعاده تدويرها مره اخرى. ودعنا نقول تفادي المزيد من الخسائر وفي حد ضخ مكسب. اذا العمل على الضخ للتنميه اكثر منه دفع المستثمرين او دفع الناس العاديه ان هي تتجه نحو الادخار هو في حد ذاته، انا اعتقد الحل الافضل في الفتره الحاليه ان انت تحط برامج استثماريه تدفع الناس. ونرى هذا يعني بين قوسين كبار، بنرى خارج هذا المشهد اليابان، من ان هي خلت عندها صفر الفايده صفريه والفايده بالماينس، لا ترى هذا لم ترى هذه المشاكل من صحيح. قبل والى الان. فبالتالي علينا النظر من تلك الزاويه خارج الصندوق. الدول المحيطه طبعا في الحقيقه اذا شهد العالم حالا من التضخم الركودي لا محيص، كلنا عالم واحد، فبالتالي هنصاب جميعا. الى اي مدى والى اي عمق سيدي الفاضل، كل بقى واحد وقدراته على التحمل. صحيح بقى. صحيح. وهي كلها زي ما قلت مش موديل محدد، وحاجه جديده لازم نفكر فيها خارج الصندوق. انا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ هشام حسن خبير اسواق المال الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا على مشاركتك معنا. مشاهدينا الكرام، بهذا الهاتف وتحليل لاداء الاسواق العالميه، اداء الاقتصاد العالمي، هذه الاخبار الجديده عن انهيار بنك سيليكون فالي بالولايات المتحده الامريكيه، ننهي حلقه اليوم من مؤشر النيل، حلقه نهايه هذا الاسبوع، ونلقاكم باذن الله تعالى يوم الاحد مع افتتاح البورصه المصريه او بعد نهايه الجلسه لتحليل اكثر واقعيه. تابعونا دائما. تحيات فريق عمل هذه الحلقه وتحيات حسام الدين عاطف. الى اللقاء.